ماينكرافت اللعبة الظاهرة وتعتبر من أكثر الألعاب المحبوبة، وقصة نجاحها تعتبر مصدر إلهام للمطورين الصغار وكذلك اللاعبين. لكن ما قصة تطوير اللعبة وما هو سر نجاحها؟ إليكم 100 حقيقة من حقائق ماينكرافت، اللعبة التي غيرت تاريخ الصناعة، ومن خلالها سنتعرف على بعض المعلومات والخفايا والأسرار، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ماينكرافت هي لعبة مستقلة مكتوبة بلغة الجافا ومن تطوير شخص واحد وهو المطور السويدي ماركوس بيرسون، والذي يلقب حاليا باسم نوتش، والذي قام فيما بعد بإنشاء شركته الخاصة لتطوير هذه اللعبة وأطلق عليها اسم موجانج. تم إصدار ماينكرافت لأول مرة في مايو عام 2009 كإصدار تحت التطوير على منتديات تيج سورس، وفي وقت لاحق أصبحت تعرف باسم النسخة الكلاسيكية، وبعدها تم إطلاق المزيد من المعالم والتي أطلق عليها اسم اختبار البقاء على قيد الحياة، ونسخة الألفا صدرت في يونيو عام 2010. الإطلاق الحقيقي لماينكرافت كان في شهر نوفمبر العام 2011 على الحاسب الشخصي وأجهزة الجوال، ولاحقا على الإكس بوكس 360 في شهر مايو لعام 2012. اللعبة تجاوزت 1,000,000 نسخة في شهرها الأول وهي في المرحلة التجريبية. ليس هذا فحسب، بل حققت هذا الإنجاز بدون ناشر وأيضا بدون دعاية تسويقية للعبة. وعندما صدرت اللعبة كانت قد تجاوزت 16,000,000 مستخدم مسجل، و4,000,000 لاعب قاموا بشراء اللعبة. الجوانب الإبداعية والبناء في ماينكرافت تسمح للاعبين لبناء عالم ثلاثي الأبعاد متنوع من المكعبات، وتشمل العديد من الأنشطة مثل التنقيب وجمع الموارد والتصميم والقتال. ماينكرافت مستوحى جزئيا من لعبة عمل عليها نوتش سابقا واسمها روبي دانك، وكانت لعبة تعتمد على البناء مثل لعبة دورف فورتريس. ماينكرافت كانت بالأساس تسمى بكيف جيم، ولاحقا غيروا الاسم إلى ماينكرافت ذا أوردر أوف ذا ستون، لكن جعلوها ماينكرافت بالنهاية. ماينكرافت ليست لعبة 8-bit، لكن استوديو موجانج جعلوها تبدو بهذا الشكل. وقت تطوير بيتا 1.7 موجانج كانوا يخططون لإضافة مكعب على شكل مكبس والرأس يكون لاصق، لكن قرروا جعله بالنهاية مكعب ثابت يمكن ببساطة دفعه وسحبه، والسبب في عدم وضعه مكعبات لاصقة لأنهم كانوا لا يعرفون تطبيق الفكرة حينها. في بيانات اللعبة الداخلية وقت بيتا رقم 1.9 هناك محاليل أساسية بدون طرق خلط، ويمكنكم استخدامها عبر استخدام أكواد، لكن سيظهر شكلها مثل زجاجة الماء. تم إزالة وتغيير خاصية إطعام طيور الببغاء بالبسكويت لترويضها وتربيتها بسبب غضب مجتمع ماينكرافت، لأنه في الواقع الشوكولاتة تقتل الببغاء والطيور عامة، والكثير من الأطفال قد يفعلوا هذا الشيء بسبب اللعبة. هناك عدو غير مستخدم باللعبة واسمه العملاق، وكان عبارة عن زومبي ضخم له صحة كبيرة ويسبب لك الكثير من الضرر، ولإلحاق الضرر به عليك ضرب ساقيه. عموما تم إضافة عمالقة في النسخة الأخيرة من اختبار البقاء على قيد الحياة أو Survival Test، ولكن لم تستخدم منذ ذلك الحين، ومع ذلك لا يزال من الممكن استدعائها بكلمات السر باستخدام أمر استدعاء العملاق Summon Giant في الإصدار رقم 1.7 من اللعبة. في نسخة إنديف 0.31 كانت هناك مكعبات من نوع التروس، والتي كانت لها طريقة استخدام مثل ريدستون أو الحجر الأحمر، وكان يمكن وضعها بجانب المكعبات العادية، لكن مكعبات التروس لم تصدر، والملفات الخاصة بها قد تم حذفها. كذلك الدرع الجلدي لم يصدر في أي من الإصدارات، على الرغم من وجود صورة الدرع بصيغة items.png بملفات النسخة التجريبية لطول البقاء. نوتش كان قد خطط لإضافة الأثاث بنسخة التطوير من اللعبة كما وجدت في داخل ملفات ماينكرافت انديف بصيغة terrain.png، لكن حتى هذه الفكرة تم التخلي عنها. مكعبات بيدروك كانت تسمى بأدمينيوم لأنها كانت تستخدم من قبل المطورين فقط. ماينكرافت قدمت العديد من الأطوار مثل طور كرياتيف أو الإبداعي، وفيها يمكن للاعب أن يطير والموارد فيها غير محدودة، وطور سيرفايفر وفيها يحتاج اللاعب للبقاء على قيد الحياة والحصول على الموارد الخاصة، طور أدفنشر يشمل بلوكس أو المكعبات غير قابلة للكسر إلا أن كان لديك بعض الأدوات، وطور سبكتيتر يسمح لك بالطيران بدون فعل أي شيء لعالم اللعبة، وطور هاردكور والذي يتطلب منك البقاء أطول فترة ممكنة بأصعب مستوى، والموت سيحذف العالم الذي تعيشون فيه. إذا قرأت تفاصيل الصندوق المغلق Locked Chest ستجد عبارة Steve Co. Supply Crate، وهذا مرجع لتيم فورترس 2 Man Co. Supply Crate. عندما تم إصدار بيتا 1.4 في 1 إبريل عام 2011 كان بإمكانك التسوق لشراء 12 أداة مختارة، فإذا قمت بوضع ما قيمته $10,000 بالسلة سيتم سؤالك بإلغاء مشترياتك، وإذا قمت بضغط زر موافق سيظهر وميض على الشاشة وبألوان مختلفة، وإذا قمت بضغط زر الخروج ستسمع صوت ديناصور، وبعدها سيظهر خطأ تقني وستظهر لافتة بأن هذا كله كان كذبة إبريل، وستسمع أغنية ريك أستلي Never Gonna Give You Up.
وكان من المفترض من الفريق إزالة هذه الخاصية في يوم 1 إبريل، لكن بسبب مرض المصمم ماركوس بيرسون تم إزالة الأداة يوم 5 إبريل عام 2011. إنجاز أونأريل يشارك اسمه مع الفصل الثامن للعبة فالف هاف لايف والتي صدرت عام 98. كذلك إنجاز أدفنتشرينج تايم والمقصود به مسلسل كارتون نتورك أدفنتشر تايم. إحدى الإنجازات في ماينكرافت تسمى بالكذب أو The Lie وتتطلب منك صنع الكعك لإنجازها، والمقصود بها لعبة بورتل والعبارة الساخرة الشهيرة The Cake is a Lie. وإذا دخلت منطقة نذر على نسخة الحاسب الشخصي سيظهر لك إنجاز We Need to Go Deeper والمقصود بها فيلم Inception. عندما تقوم بفتح أي إنجاز على نسخة الحاسب الشخصي سيأتيك هذا الإخطار Achievement Get، وهذا مرجع للعبة سوبر ماريو سانشاين عندما تقوم بتجميع شاين وسيظهر لك إخطار Shine Get على الشاشة. في شاشة العنوان ستلاحظ كلمات هجوم العشوائية أسفل يمين ماينكرافت وتسمى بسبلاش. إحدى هذه العبارات Let's Danic بدلا من كتابة Let's Dance، وهذا خطأ تقني من نوتش أثناء عمله على Worm Online. كذلك توجد عبارة Follow the Train CJ، وبالطبع المقصود بها شخصية CJ من Grand Theft Auto San Andreas وتحديد المهمة Wrong Side of the Tracks. كذلك عبارة كونسيمت في، وهذه إشارة لهامستر رنر حلقة سترونج باد إيميلز ودراغون، بحيث أنهم يشرحون كيفية رسم التنين تروغدور. وهناك أيضا فرصة ضئيلة لظهور عبارة 12345 is a bad password، وهذه قد تكون تلميحة لمشهد من فيلم سبيس بول والذي صدر عام 87. حتى حرفي سي وإي قد يتم عكسهما ليتحول العنوان من ماينكرافت إلى منسرافت، لكن هذه نادرة الحصول. إذا قمت بحذف ملف splash.txt من دون حذف ملف meta-inf ستظهر لك عبارة missing number، الخطأ التقني الشهير في بوكيمون missing number أو الرقم المفقود. إذا حصل أي خطأ تقني باللعبة ستظهر لك بعض التعليقات ببداية حدوث الخطأ، منها مقولة Zero Wing Somebody set a bus the bomb، وأيضا تم أخذ بعض النصوص من فيلم الخيال العلمي القديم 2001 A Space Odyssey. حتى اللعبة نفسها تطلق بعض النكات مثل You should try our sister game من سرافت. هناك احتمال ظهور أرنب أبيض لمهاجمة اللاعبين على 4 مربعات مرة واحدة كل 2500 مرة، واسم الأرنب The Killer Rabbit of Kerbenag، وهذا مرجع للفيلم الساخر Monty Python and the Holy Grail. إذا قمت بتغيير لغة اللعبة إلى الإنجليزية الأسترالية هناك بعض التغييرات المثيرة للاهتمام سوف تحدث، بما في ذلك جميع الأسماء الجديدة لكل نوع من الأشجار والخنازير سيصبح اسمها وومباتس وغيرها الكثير. أيضا الرسائل باللعبة ستتغير، مثلا إذا حاولت استخدام سرير عند مكان خطير ستظهر رسالة You can't sleep, the neighbors are having a party بدلا من رسالة You can't sleep, there are monsters nearby. كان من الممكن وضع سرير في النهاية، لكن المطورين منعوا هذا الشيء لأنهم لا يريدون من اللاعب النوم في النهاية، لذلك جعلوا من السرير أن ينفجر عند وضعه. لكن يمكنكم استخدام هذا الشيء كاستراتيجية، فمن الممكن هزيمة إندر دراغون بالسرير لأن انفجار السرير بالقرب من إندر دراغون سيسبب له أضرار جسيمة. في نسخة إنديف تم حذف 5 مخلوقات موب بشرية، لكن ملفاتهم لازالت موجودة داخل اللعبة، والموبز هم بيست بوي وبلاك ستيف ورانا وستيف وهيومن. بالملف الخاص لزومبي بيجمان ستجد رسالة Thanks Zafobia، وهذه رسالة شكر من نوتش إلى زافوبيا المصمم الأساسي للشخصيات. بإمكانك إلحاق الضرر لإندر دراغون باستخدام كرات الثلج. بعض أصوات الأشباح تم تسجيلها باستخدام قط الملحن ومصمم الصوتيات C418. بعد تحديث 1.7.3 إذا سميت الخروف بجيب أندرسكور متبوعة بنيم تاج سيتغير لون صوف الخروف. في بعض الأحيان يمكنكم العثور على زومبي صغار يمتطون الدجاج في منطقة نذر، وإذا رجع العنكبوت هناك فرصة نادرة جدا أن يركبه هيكل عظمي، وهذا بسبب خطأ تقني والمفترض من العناكب ألا يعودوا من منطقة نذر. تم حذف شخصية هيرو براين من اللعبة، الشخصية التي تشبه شخصيتك لكن له أعين بيضاء، وتم حذفه بسبب ظهور إشاعة بأن هذه الشخصية هو أخ نوتش الميت. نوتش ذكر أنه ليس لديه أخ ميت، لكن تم حذف الشخصية بأي حال. ستيف كان لديه لحية بالنسخة البيتا، لكن حتى لحيته لم تسلم من الحذف. القرويون باللعبة كانوا ليصبحوا بيجمن مثل الموبز في نذر، وأشكالهم تشبه اللاعب الأساسي والزومبي وزومبي بيجمن لكن بهيئة خنزير. عموما في الدفعة الثانية من إضافات المظهر على نسخة الإكس بوكس 360 تم إضافة مظهر البيجمن. مخلوق الكريبر يعتبر موديل خاطئ من الخنزير، بحيث أن نوتش قام بعكس طول وارتفاع الخنزير بالخطأ مما أنتج مخلوق طويل بأربع أرجل صغيرة. نوتش لاحقاً علق على الخطأ بقوله أنه لا يملك برامج لتصميم النماذج، بل أنه يكتبها ويدخل البيانات عبر تطبيقات البرمجة. الكريبر في الواقع نبتة تسمى بنسيج الخث
أو البتموس، والتي تنفجر بطريقة ما لنشر الجراثيم والسموم. يتم تحديد عمر شجرة من قبل عدد من الحلقات على الجذع، وبهذا المنطق الأشجار في ماينكرافت عمرها سنتين. حجر ذي أند لها شكل معكوس للحصاة. شكل ستيف ولباسه جاء من التكملة الروحية للعبة Left 4 K Dead، إحدى ألعاب نوتش والتي لم تصدر. في عالم TU12 على نسخة الإكس بوكس 360، هناك احتمال وجود هرة داخل برج من 4 مربعات من الذهب، والمقصود منه روستر تيث وفقرة Let's Play عندما كانوا يلعبون ماينكرافت، والفائز سيحصل على برج ذهبي واسمه Tower of Bims أو برج القوادين. بعض الرسمات والأشكال باللعبة هي خرائط من لعبة Counter Strike. هناك 4 ألوان غير مستخدمة في نسخ الجوال من اللعبة، والمعلومات عن رسمها والغرض منها غير معروفة حتى الآن. إذا سميت مخلوق الماب بدينر بون أو جرام، المخلوق سينقلب رأسا على عقب، وهذا مرجع لنيثان دينر بون آدمز وإريك جرام بروس. نوتش ذات مرة قام بتغريدة تويتر عن صورة كشف فيها بأن اللاعب بإمكانه التحليق باستخدام سحابة، لكن هذه الفكرة ألغيت بسبب طور الطيران والذي تم إصداره بالتحديث 1.8. نوتش كان يطمح لإضافة سكاي دايمنشن أو بعد السماء بالتحديث 1.8، والتي كانت عكس نيذر تماما، لكن كان بإمكان اللاعبين الدخول إلى عالم مكون من تشكيلات عائمة بمجرد أن يناموا في السرير. لذلك نوتش أجل منطقة سكاي دايمنشن حتى يجعل من منطقة نيذر مثيرة للاهتمام، وفي نهاية المطاف تم تحويل سكاي دايمنشن إلى ذي أند، على الرغم من أن سكاي دايمنشن كانت موجودة بغير قصد في تحديث 1.6 و 1.7. وفقاً لنوتش، اسم إندرمان هو إشارة للرجل المخيف The Slenderman. صوت إندرمان كأنه يقول هاي واتساب، لكن تم التعديل عليها بالتشويش. المكعب الذي كان يعرف بكراينج أوبسيديان كان الغرض منه أن يكون نقطة ريسبون، لكن تمت إزالته بعد إضافة السرير. عندما يقوم جولمز الحديدي بلم الورود لأطفال القرية، كان المقصد منه تقليد الآلي من فيلم الأنمي لابوتا كاسل إن ذا سكاي، والذي كان من إخراج ميازاكي. جولمز الثلجي في الحقيقة لا يملك رأس يقطين، بل هو يرتدي خوذة يقطين، ويمكنكم رؤية وجهه الحقيقي من خلال الوقوف بالقرب منه والرؤية خلال اليقطين. في الاسترات السابقة لماينكرافت، نوتش كان يرمي تفاحة حمراء كلما خسر عبر أمر من أوامر اللعبة. كذلك الزومبي إذا مات يقوم برمي ريش، وهذا بسبب أن نوتش لا يعرف ما الذي كان يرميه في ذلك الوقت أثناء تطوير اللعبة. في نسخة الجوال من اللعبة هناك كاميرا من ضمن الأدوات الغير قابلة للاستعمال، ولكن إذا اخترقتها بإمكانك استخدامها للتصوير. سكان القرى مستلهمون من حراس المتاجر في لعبة Dungeon Master 2 The Legend of Skullkeep، والتي صدرت عام 93. البرق في اللعبة صمم مباشرة من محرك اللعبة، ولا توجد صورة مرتبطة للبرق في ملفات اللعبة. الألماس في اللعبة بالأصل كان يسمى بالزمرد بسبب اللون الأزرق الفاتح لديهم. الزمرد كان من المفترض أصلاً أن يكون ياقوت، ولكن تم تغييره إلى الزمرد بسبب دينر بون نيثان آدمز، والذي كان لديه عمى ألوان ولا يعرف الفرق بين الحجر الأحمر والياقوت. بيدراك لديه مقاومة كبيرة ضد الانفجار حتى لو استعملت الكثير من متفجرات مادة TNT. لا يوجد موبس معادين لك في منطقة مشروم بايوم. الأغنام ذات الصوف الأبيض لديها فرصة 81.863% من التواجد، والأغنام الرمادية الفاتحة أو الرمادية الداكنة والسوداء لديهم فرصة 5% من التواجد، والخراف البنية لديها فرصة 3%، والغنم الوردي يعتبر نادر جدا ولديه فرصة 0.164% من التواجد. لكسر مكعب أوبسيديان بأيديك العارية سيتطلب منك 4 دقائق و10 ثواني. مكعبات القش ستمتص الضرر الناتج من السقوط. يمكن وضع المشاعل في بعض الأحيان. يمكنك قطع بقرات المشروم لتحويلها إلى بقرات عادية والحصول على الفطر الأحمر. ستزيد فرص صيد الأسماك عندما تمطر السماء. لا يمكن طرد الأشباح باستخدام كوبلستون. لكل عالم هناك إندر دراغون واحد فقط، والويذرز يمكن إخراجه في أي وقت. إذا قمت بهزيمة إندر دراغون ستحصل على 12000 نقطة خبرة أو XP. الويذر سيعطيك نذر ستار، ومن الممكن صنع منارة باستخدامه. إذا قمت بوضع سول ساند على مكعب ثلجي وقمت بالمشي عليه، ستلاحظ أن حركتك أصبحت بطيئة للغاية، وأيضاً ستلاحظ أن الموب ستزيد بشكل كبير. في طور سيرفايفل، إذا رميت عين الأندر وقمت باللحاق بها ستجد بوابة سرية. إذا قمت بوضع قضبان الحديد أو الأسرة بجوار قرى الزومبي، ستكون عملية استرجاعها أسرع. إذا أعطيت الزومبي القروي جرعة لأضعافه متبوعة بتفاحة ذهبية، بعد 5 دقائق سيتحول إلى فيليجر أو قروي عادي. لإخراج بوابة النهاية End Portal ستحتاج إلى 12 عين من أعين الإندر. بحسب كلام نوتش، بطل اللعبة ستيف وكل الكائنات الأخرى يعتبرون بلا جنس، أي لا ذكر أو أنثى، باستثناء إندر دراغون والتي تعتبر أنثى.
حجم المكعب في ماينكرافت هو 1 متر، وهذا يعني أن على ماينكرافت أكبر من سطح الأرض، وهو تقريبا بحجم كوكب نبتون. منظمة المسح الجيولوجي السويدي أطلقت تعديل أو مود للعبة لجعل الجيولوجيا واقعية أكثر، وهذا الأمر أثر على أشياء مثل استخراج الذهب من النهر وصلابة المواد الجيولوجية، كل هذا لأجل زيادة المعرفة العامة بالجيولوجيا. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كانت لديهم بعثة لإنشاء أو تحسين 300 مكان عام في العالم النامي بحلول عام 2016، فطلبوا المساعدة من موجانغ لتكوين شراكة بينهما سميت ببلوك باي بلوك، حيث أنهم استخدموا ماينكرافت للمساعدة على تعليم الشباب في التخطيط للأماكن العامة في المناطق العمرانية، وهايتي ونيبال والهند ورواندا وكينيا كانوا من البلدان التي استفادت من هذه الشراكة. ماينكرافت تعتبر متطلب دراسي في واحدة من التخصصات الاقتصادية في مدرسة ستوكهولم في السويد. الاستوديو المعروف تيلتيل جيمز لديه لعبة مستوحاة من ماينكرافت واسمها ماينكرافت ستوري مود، واللعبة تعرض قصة ماينكرافت بطريقة ألعاب تيلتيل مثل ذا ووكينج ديد وباتمان. مخلوقات الكريبرز ظهروا في الجزء الثاني من سلسلة بوردرلاندز في مكان سري للغاية. في عام 2014 شركة البرمجيات العملاقة مايكروسوفت قامت بشراء الاستديو السويدي موجانغ وأصبحت المالكة لماينكرافت، والصفقة قدرت ب 2.5 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من أن ماينكرافت مملوكة من مايكروسوفت إلا أن مايكروسوفت قررت إصدار اللعبة للجميع وحتى الأجهزة المنافسة للإكس بوكس ون. نوتش حصل من الصفقة مبلغ 1.6 مليار دولار وترك استوديو موجانغ بعدها وأصبح يعيش حياة الترف في لوس أنجلوس، بحيث أنه قام بشراء قصر ب70 مليون دولار أمريكي. لاحقا نوتش اعترف بأنه أصبح وحيدا وأنه يفتقد حياته القديمة. ماينكرافت تدعم اللعب المشترك بين البي سي والأجهزة المنزلية باستثناء البلاي ستيشن 4، والذي يبدو أن سوني غير مهتمة باللعب المشترك بين الأجهزة المنزلية. هناك العديد من الألعاب التي كانت تريد حصة من نجاحات ماينكرافت، بحيث أنهم قاموا بصنع ألعاب مشابهة لها مثل Ace of Spades وCastle Miner وCraft World وFortress Craft وTerraria. ماينكرافت فازت بالعديد من الجوائز المهمة وحصلت على تقييمات ممتازة من قبل المواقع العالمية، وأصبح لها مؤتمر خاص واسمه ماينكون. ماينكرافت تعتبر ثاني أكثر لعبة مبيعاً بتاريخ الصناعة، فقد باعت أكثر من 144 مليون نسخة حول العالم حتى بداية عام 2018. على كل هذه كانت 100 حقيقة من حقائق ماينكرافت. أشكركم على المتابعة، وإذا أعجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.